لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. وبعد، هنا هذه المقدمة تسمى بخطبة الحاجة، وقد ثبتت من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء الحديث عن غيره، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الواقعي رحمه الله تعالى. وهنا فوائد تتعلق بالمقدمة، يعني أغلبها مرت بنا، لكن هذه المقدمة وهذه تسمى بخطبة الحاجة، لكن هناك ألفاظ لم تكن في خطبة الحاجة. مثلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، في قوله ونتوب إليه، لكن الشيخ لم يأتي بهذه المقدمة على أنها هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها، وإنما مقدمة ربما أنشأها من تلقاء نفسه رحمه الله تعالى. طيب، صحيح مسند حديث عبد الله بن مسعود، نقرأ وهكذا ونستهدي، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي، هذه ليست في الحديث، ونتوب إليه ونتوكل عليه، بعضهم يزيد ونتوكل عليه، لكن من اقتدى واكتفى بما ورد في حديث عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة فلا شك أن هذا أفضل. وإذا فهمت هذه الخطبة فقد احتوت على علم غزير، هذه الخطبة احتوت على علم غزير، ولهذا من كان من أهل البدع متعمقا فبمجرد ما تتكلم وتخطب بهذه الخطبة يقول هذا، نعم هذا صحيح، يعني يعرفون ذلك، لأن في هذه الخطبة فوائد وفيها عقيدة، فيها عقيدة، وبعض أهل البدع يحرفها ويخربها. طيب، هنا في حديث ابن مسعود الحمد لله نستعينه ونستغفره، مسألة نستهديه ليست موجودة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وذكر الآيات التي يعني تقرأ، وليس بواجب ولا لازم أن يفتتح الخطيب خطبته بخطبة الحاجة، لكن الأفضل الأفضل، وقد كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول هذا، ليس بلازم لكن هذا هو الأفضل، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين وبعد، وبعد يعني معنى كلمة وبعد مهما يكن من شيء بعد، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبة كثيرا، قلنا الكلام كان يأتي بها في خطبه هكذا، هذا الكلام يستقيم،
كما في حديث عمر بن ثعلب وفي ثم قال أما بعد. الإمام البخاري بوب قول الخطيب أما بعد وساق جملة من الأدلة في صحيح في كتاب الجمعة رحمه الله تعالى. قال وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله. ما هو الدليل على أن الله موجود؟ ما هو الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ من يقول الدليل على وجود الله؟ الآيات الشرعية والكونية، هذه تدل على وجوده. طيب زد. والعقل والفطرة يدل على، يعني عندنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة تدل على إثبات وجود الله، لكن يستدل بقول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته. طيب ما تعريف توحيد الربوبية؟ علي؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أخصر من هذا؟ إفراد الله بأفعال، إفراد الله بأفعال. طيب والإيمان بألوهيته، تعريف توحيد الألوهية حسن؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأعمال وأفعال المكلفين. والإيمان بأسمائه وصفاته، أي لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. ما هو أشرف علم؟ أشرف علم هو علم العقيدة، علم الأسماء والصفات، لأن هذا العلم يتعلق بمن؟ ربنا سبحانه، بالخالق. هنا نقل عن الإمام ابن القيم أنه قال وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل. قال وإما لازم وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول. الشاهد أنه قال وهذا من أجل المعارف وأشرفها، أجل المعارف وأشرف المعارف والعلوم هو العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
والتقصير عرف بالاستقراء. استقرا علماء التوحيد والعقيدة الأدلة فوجدوا أدلة التوحيد أنها لا تخرج عن هذا التقسيم، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال رحمه الله: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. نعم ربي. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل. طيب هنا قال: وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم آخر، وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله عز وجل، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. دعاء المسألة هو المصدر بقول القائل: يا الله، اللهم، يا ربنا. ودعاء العبادة هذه العبادة التي نقوم بها من صلاة وصيام وحج وزكاة، أي أننا نفعل ذلك وكأننا نقول: يا الله، بفعلنا نريد رضاك ونريد الجنة والنجاة من النار. قال رحمه الله تعالى: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشعه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هذه هي مقدمة لهذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله. وأيضا النزهة من غد، يعني نبدأ حتى ننتهي منها إن شاء الله. طيب، إلى هنا.